وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عمار قنبر عضو مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثامنة. هل لك أن تحدثنا عن الزيارة البرلمانية إلى جمهورية مصر العربية؟ مرحبا، مساكم الله بالخير، شكرا لكم طبعا هذه الاستضافة. بداية اللي أقوله أمانة، أنا اليوم وكل يوم أجدد اعتزازي وفخري بأني بحريني لما لقيناه اليوم أمانة من محبة صادقة وخالصة خلال هاي الزيارة. طبعا كانت المحبة واضحة من قبل قادة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واللي بين مثل العلاقة القوية بين الشقيقتين. وهي طبعا مو مستغرب كوننا جميعا ابناء صاحب الجلاله الملك البلاد المفدى الله يحفظه، واللي لامسنا مدى حبهم لمليكنا، وهذه طبعا اسعدنا كثيرا. اليوم كانت فرصه جميله جدا ان نسطر تاريخ جديد في وطن تخرج منها عباقه التاريخ. اذ كان الوفد المرافق اليوم لمعالي رئيس مجلس النواب فوزيه بنت عبد الله زينل كونها اول امراه في الوطن العربي تترأس البرلمان، ويتم استقبالها من قبل قادة الجمهورية بكل فخر. نعم. اليوم تم استقبالنا بحفاوة، وأيضا تمت الإشادة من قبل رئيس التحرير بمكانة المرأة، وهذه طبعا كلها يعود بالفضل لملك بلادنا المفدى جلالة الملك الله يحفظه، وأيضا جهود رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما ننسى توجيهات صاحبة السمو الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم الله يحفظها قرينة البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، وهي الداعم لكل امرأة. اليوم اللي حصلناه من فخر واعتزازهم وإشادتهم بما وصلت إليه المرأة يخلينا أمانة نشعر بالفخر. وأيضا اليوم سطرنا شيء جديد في التاريخ، أن كوننا اليوم أول وفد رسمي يشارك مع رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية بمقر الحكومة، وهذه أيضا شيء جميل. اليوم كانت زيارتنا لمصر الشقيقة هي تجديد لأواصل التواصل بين البلدين. فما ننسى مكانة مصر اللي هي أمن وأمان للوطن العربي أمانة، والعلاقة القوية بين مملكتنا ودولة مصر الشقيقة. نعم، سعادة النائب عمار قنبر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.